رحلة حياة عمرها 60 عاماً للمسن عبد الله، حيث سخرها في البناء والترميم في مدينة من أقدم مدن العالم ومدرجة على لائحة التراث الإنساني، حيث فاز الفيلم اليمني سطل الخميس الماضي بمسابقة الأفلام القصيرة حكاية أثر التي نظمتها هيئة التراث السعودية بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. ويتزامن تكريم العمل الذي شارك في إنتاجه المصور علي السنيدار والمصور عادل الحيمي والمصور مروان مارش، حيث وثق فيلم سطل رحلة حياة المسن الستيني عبد الله الذي يعمل في البناء والترميم لمدينة صنعاء القديمة منذ 60 عاماً، والذي يحكي قصته مع المدينة الأثرية وكيف بدأ مهنته بالبناء والترميم.